دعوة عاجلة جدا للصلاة إلى الأصدقاء وشركاء الخدمة. الرجاء الاتحاد معنا في الصلاة والتضرع للرب ابتداء من يوم السبت الموافق 29 من أكتوبر إلى يوم الثلاثاء 8 من نوفمبر، لكي يفتح الله قلوب الناس في الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت في الانتخابات القادمة. التصويت مع الحق، مع الخير، مع الحياة، وضد قوى الشر والموت والظلام، كما تقول كلمة الرب: إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.